السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهاردة بقى هنعمل خبز البرجر او عيش الكايزر بطريقة حلوة جدا وبسيطة، وهقولك على شوية اسرار بقى تخلي الكايزر بتاعك منفوش ولونه ذهبي وطري جدا وطعمه تحفة، ويقعد كمان لتاني يوم زي ما يكون طازة وكأنك لسه خبزاه. هقولك على كل الحاجات دي، وهقولك كمان على العجينة القطنية اللي انت هتستخدميها بدون بيض ولا زبدة، بمكونات قليلة جدا موجودة عندك في المطبخ. بس ما تنسيش لو أول مرة تشوفينا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بكل وصفة جديدة عاملها. أول حاجة هضيف كوبايتين من الحليب، الحليب يكون دافي، وبعد كده هضيف عليهم معلقتين كبار من السكر الحبيبات بتاعنا، وهضيف كمان معلقة من الخميرة، وهضيف عليهم نص كوباية من الزيت النباتي، ويفضل نوع الزيت يكون كويس ما يكونش ليه ريحة ولا طعم. هضيف كمان معلقة كبيرة من الخل الأبيض، هقلب بقى المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض لغاية ما اتأكد ان كل المكونات دابت، وهسيبها 10 دقايق على جنب كده لحد ما تعمل فقاقيع كده عشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي كويسة جدا وشغالة. اهم حاجة الحليب ما يكونش سخن عشان الخميرة ما تموتش. وبعد 10 دقايق نلاحظ الفرق، هنلاقي زي فوم كده او فقاقيع ظهرت على وش الخميرة بتاعتي. هنزل ب6 كوبايات من الدقيق او 7، يعني بما يعادل 1.25 كيلو من الدقيق، طبعا الدقيق منخول. هنزل بالدقيق تدريجيا كده، وبعد كده هضيف له معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح، وهبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس. وبعد كده هعجن العجينة بتاعتي لمدة 10 دقايق. اثناء العجن هبل ايدي بالزيت وعجنها تاني علشان اتأكد ان العجينة تكون طرية من جوه ومن بره. نسبة التلزيق في العجينة بتكون بسيطة جدا. بعد ما اتأكدت ان العجينة بقت طرية جدا وطايعة زي ما انت شايفة كده، عجنها كمان لمدة 2 دقايق علشان اتأكد ان هي بقت قوامها مناسب جدا، بتكون بتلزق حاجة بسيطة زي ما قلتلك. هدهن ايدي بشوية من الزيت تاني واغلف بيهم العجينة بتاعتي، بعد كده هحط العجينة في بولة مناسبة علشان لما يتضاعف حجمها العجينة ما تكونش مكتومة. هحط العجينة في مكان دافي تخمر لمدة 1 ساعة او لحد ما يتضاعف حجمها، ولو احنا في الشتاء بيكون مدة التخمير اكتر من 1 ساعة، ولو في الصيف بتبقى في حدود 0.5 ساعة او 45 دقيقة. هسيبها لما تخمر كويس جدا، والمهم ان انا اغطيها وبرضو احطها في مكان دافي. وده شكل بقى العجينة بتاعتي بعد ما اختمرت. ههبط العجينة بتاعتي واخرج منها الهواء وهشكلها على شكل اسطوانة، وبعد كده هقسمها نصين بالتساوي، وهقطع كل نص 6 قطع. طبعا ممكن تصغري القطع شوية في حالة انك عايزة حجم الخبز يكون اصغر شوية. المهم انا قسمت كل نص العجينة الى 6 قطع. هشكل كل قطعة على شكل كورة بالشكل ده كده، واحطها بقى في صينية مدهونة مسحة زيت بسيطة او مفروشة ورق زبدة المتوفر عندك. هراعي المسافات بين القطعة والتانية علشان انا لسه هسيبها تخمر عشان يتضاعف حجمها، ولما تدخل الفرن كمان هتزيد شوية، واسيبها تخمر ربع ساعة لغاية ما يتضاعف حجمها. بالنسبة بقى لخليط التغطية، عبارة عن 0.5 كوباية حليب، واحط عليها 0.5 معلقة من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان. هقلبهم كويس مع بعض كده، وهو ده هيكون خليط التغطية بتاعي. وبحرص شديد بقى هدهن وش الخبز بتاعي
هدهنه كويس جدا، وبعد كده هرش عليه السمسم المحمص او حبة البركة او الاتنين، او تستغني خالص عن السمسم وحبة البركة زي ما انت عاوزة. وبعد كده هدخله على فرن سخن درجة الحرارة بتاعته 200، رف اوسط لمدة 30 دقيقة، مع طبعا المراقبة كل شوية نبص كده عليه. بعد ربع ساعة نفتح الفرن نبص عليه، مش بنشغله الشواية ولا حاجة، هو هياخد لون ذهبي جميل، والفضل طبعا لشوية النسكافيه اللي احنا حطيناهم. وبعد كده اول ما يخرج من الفرن هغطيه بفوطة واسيبه 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده نقدر نفتحه او نقطعه او نستخدمه عادي بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هتعملي احلى خبز برجر ممكن تاكليه في حياتك بعجينة مضمونة 100% من غير بيض وزبدة زي ما قلتلك. ويارب تكون الطريقة سهلة عليكي وتعجبك، وما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك، عايزين نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من اللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.